هي ايه؟ وايت ماتر. كلها تتكون من ايه؟ من ريسبتورز، عباره عن ايه؟ عن مستقبلات. اذا كلها عباره عن ايه؟ سلكاي وجايراي. هذه السلكاي والجايراي تتكون من سركس في الوسط، هذا السركس الرئيسي يفصل الفرانتال عن الباريتال، يعرف باسم ايه؟ سنترال سلكس. هذا السنترال سلكس يحده من الامام انذر سنترال سلكس، والخلف انذر سنترال سلكس، هذا يسمى بري سنترال سلكس، وهذا بوست سنترال سلكس. بيتكون فيما بينهم تو جايراي، بري سنترال بوست سنترال جايرس، بري سنترال بوست سنترال ايه جايرس. الان الفرانتال لوب يحدوا كم سلكاي؟ تو سلكاي، سوبيريور تيمبورا فرانتال وانفيريور فرانتال سلكس، سوبيريور فرانتال انفيريور فرانتال سلكس. كم بيتكون جايراي؟ ثلاثة جايراي، سوبيريور فرانتال جايرس، ميدل فرانتال جايرس، انفيريور فرانتال جايرس. من الباريتال معاك وان سلكس، هذا يعرف باسم انتراباريتال ايه سلكس. هذا الانتراباريتال سلكس يوصل لك الباريتال لوب الى كم جايراي؟ تو جايراي، سوبيريور باريتال وانفيريور باريتال ايه جايرس، سوبيريور باريتال وانفيريور باريتال جايرس، ويفصلهم هنا عن الاوكسيبيتال كورتكس او الاوكسيبيتال لوب اللي هو يسمى اريا 17 وهي الفيجوال كورتكس. يفصل الفرانتو باريتال اوكسيبيتال عن التيمبورال سيركس، هذا السيركس يعرف باسم ايه؟ لاترال سيركس، يعرف باسم ايه؟ لاترال سيركس. اذا بيتكون عندي التيمبورال لوب كان في سيركاي؟ تو سيركاي، سوبيريور تيمبورال وانفيريور تيمبورال، سوبيريور تيمبورال وانفيريور تيمبورال. كم بيتكون جايراي؟ 3 جايراي، سوبيريور تيمبورال جايرس، مين تيمبورال جايرس، انفيريور تيمبورال جايرس. نهايه اللاترال سلكس بيتكون هنا عندك جايرس، هذا الجايرس يعرف باسم ايه؟ سوبرا مارجنال جايرس. نهايه السوبيريور تيمبورال بيتكون انذر جايرس، وهذا الجايرس يعرف باسم ايه؟ انجولار جايرس. اوكي، نيجي نشوفهم الان على البرين، يتسهل عليك الان. هذا هو ايه؟ سنترال ساركس. اذا كان عندي جايران بري سنترال بوس سنترال جايرس، بري سنترال بوس سنترال جايرس، اذا هذا بيكون ايه؟ بري سنترال ساركس بوس سنترال ساركس، سوبيريور فرانتال انفيريور فرانتال ايه ساركس، superior middle inferior frontal gyrus, superior middle و inferior frontal gyrus, interbarietal sulcus, interbarietal sulcus. اذا يتكون لك superior inferior barietal gyrus, superior inferior barietal gyrus. اذا هذا ايش؟ lateral sulcus. superior middle inferior temporal gyrus، وهذا superior inferior temporal sulcus. نهاية اللاترال قلنا بنجي على ايه؟ supra marginal gyrus، supra marginal gyrus، ونهاية superior temporal باقي على ايه؟ angular gyrus. وضحت؟ اذا ناخذ الان الميديال sagittal section، يتكون من cerebra cerebellum، اذا gray matter وهنا ايه؟ وايت ماتر. طبعا البريندك يحاط بثري لاير اوف مينينجز، هذه الثري لايرز اوف مينينجز تسمى دورا ماتر اراكنويد بايا ماتر. ما بين الدورا والبول يتكون سبيس يسمى ايبيدورا سبيس، ما بين الدورا والاراكنويد يتكون سبيس يعرف باسم سبتورا، ما بين الاراكنويد والبايا يتكون سبيس ويسمى سب اراكنويد سبيس، وهو اهم لانه يدور في بهم من السي اس اف وهو السيربرو سباينال فلويد، يدور فيهم سي اس اف او ما يسمى سيربرو سباينال فلويد. اهمهم الدورا ماتر، الدورا ماتر دي تعمل لك فولز، هذه الفولز تنقسم الى تو سايدز، هي تتكون من تو لايرز، اوتر لاير تسمى بريوستيال لاير والانر لاير تسمى منينجيال لاير، فيما بينهم بتكون احيانا سبيسز، هذه السبيسز تحمل دي اوكسجينيتد بلد، يعني تحل محل من الفينز فتسمى ساينسز. اليوم بنشوف منهم اربعه والبقيه بنكملهم في السيمينار. اوكي؟ طيب لها بارتيشن، البارتيشن الاول انه يدخل لك ما بين سيريبرام وسيريبرام فيكون لك فاكس سيريبري، يكون ما يسمى فاكس سيريبري.
ده دورا ماتر بارتيشن. الثاني بين السيريبلم والسيريبلم بيتكون ما يسمى فاكس سيريبلي. الثالث ترانسفيرس ويصل السيريبرم عن السيريبلم ويسمى تنتوريا سيريبلي. الرابع يروح يثبتهم كلهم الى الديافرا الى التبركولوم سيلا ويسمى ديافرا سيلا. يعرف باسم ايه؟ ديافرا سيلا. اوكي؟ طيب لما نيجي ناخذ الان ميديال ساجيتال سيكشن، في عندي هنا يمر ايه؟ سوبيريال ساجيتال ساينس، وهذا ايه؟ كونفلونت ساينس، وهذا ايه؟ ستريت ساينس. سوبيريال ساجيتال ساينس، كونفلونت ساينس، ستريت ساينس. جراي ماتر، وايت ماتر. اذا هذه المنطقة هي كوربس كالوزا، يتكون من 3 بارتس، جينيو بادي تيل، جينيو بادي تيل. هذه الجزئية تسمى فورنيكس. الأزرق فورنيكس. الرابط فيما بينهم يتكون ما يسمى سيبتم بلوسيدم، يعرف باسم ايه؟ سيبتم ايه؟ بلوسيدم. الآن فوق الكوربس يتكون سلكس. هذا السلكس يعرف باسم كوربورال سلكس. يعرف باسم ايه؟ كوربورال سلكس. يمر في inferior sagittal sinus. إذا كم sinuses عرفنا لحد الآن؟ أربعة. superior, inferior, straight, confluent. أوكي؟ هذا الجايروس يعرف باسم cingulate gyrus. بيمر فوقه sulcus يعرف باسم إيه؟ cingulate sulcus. يعرف باسم إيه؟ cingulate sulcus. في sulcus آخر يصل لك الأوكسيبيتال كورتكس عن بقية الباريتال والفرنتال لوب، وهو يسمى كالكاراي سالكس. كالكاراي سالكس. الآن هنا تكون لامينا. هذه اللامينا اسمها ايه؟ انتيريار لامينا. انتيريار لامينا. وهذا انتيريار كوميجا. انتيريار كوميجا. دي اوبتيك كيازما. اوبتيك كيازما. بوتاتري جلاند اور هايبوفيسيس. بوتاتري جلاند اور هايبوفيسيس. لونيت سلكس. لونيت سلكس. اوكي. هذا هايبوفيسيس اور بوتاتري جلاند. انفانتيبولام اور ستوك اوف هايبوفيسيس. انفانتيبولام اور ستوك اوف هايبوفيسيس. ماماري بادي. ماماري بادي. بينيال بادي. بينيال body. posterior commissure. posterior commissure. choroidal plexus. اللي فيها زي اسهم. choroidal plexus. choroidal بلكسس. وهذا ايش وظيفته؟ ابزربشن على شكل الروب اوف ذا سيرف فنتركل، تعمل لك ابزربشن لمن؟ للسي اس اف، تواجد لك انذر تو فرامين تربطهم على اللاترال فنتركل برضه تعمل لك ابزربشن اللي اللوشكا فرامين والفرامين اوف ماجندي، لوشكا فرامين وفرامين اوف ماجندي، اذا هذه تلامس وهذه ايه؟ هايبو تلامس، تلامس وهايبو تلامس، اذا هذه الريجن هي انتر ثلاميك ادهيجن، انتر ثلاميك ادهيجن. إذن هذا إيه؟ third ventricle. هذا هو إيه؟ third ventricle. وده fourth ventricle. الرابط فيما بينهم
aqueduct of sylvius, cerebellum, midbrain, pons, medulla, oblongata, frontal air sinus, sphenoidal sign. Lateral brain. ما تشوفوش لانه داخل بدين ده cerebral structure. ما ده بيسمعها قليل بس متروس صح ولا لا؟ متروس لا حشو كله. اوكي؟ الاسبوع الجاي بنتقل في السمنار.